صباح الخير والنصر مرة ثانية على حضراتكم. نروح بقى نتابع دلوقتي أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة والأنشطة المختلفة كمان مع مراسلتنا نورهان طمان من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا نورهان صباح الخير ونصبح عليك أنا وكريم. صباح الخير يا نهاوند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره طبعا عشان نطلعكم على ابرز واهم الاخبار اللي بتخص النادي. ولكن قبل ما نروح لاخبارنا خلينا نقول لكم انه يمكن كان في سلاسه مروريه كبيره جدا حول النادي في الساعات الاولى من صباح اليوم. العاملين بالنادي بيستعدوا بشكل كبير جدا لاستقبال اعضاء الجمعيه العموميه ايضا في الساعات المبكره من صباح اليوم. هيئه الارصاد النهارده تتوقع جو مائل على القاهره الكبرى والعظمى طبعا 24 والصغرى درجه الحراره 14. نروح بقى لاول اخبارنا واول اخبار النادي. يمكن اول معرض للكتاب لمعرض المصريه اللبنانيه هيقام غدا ان شاء الله وهيكون على راس الحضور الفنان سمير صبري وبعض الكتاب وعلى راسهم اشرف عشماوي ورشا سمير وولاء كمال. المعرض هينتهي يوم السبت ان شاء الله الساعه 10 بالليل وده طبعا ايمانا من مجلس اداره النادي الاهلي يعني دور النادي الاهلي في التثقيف ودور المجتمعي بعيدا عن الرياضات ايضا. نروح بقى لتاني خبر معانا وهيكون في أهلي الشيخ زايد يوم الجمعة مهرجان لألعاب القوى تحت إشراف لجنة الطفل إن شاء الله هيكون زي ما قلنا لكم في مقر الشيخ زايد يوم الجمعة المقبل. أما بقى يوم السبت فلجنة المرأة هتنظم رحلة لمعرض البازار للمشغولات اليدوية وأدوات المنزل. دي يمكن يعني أبرز الأخبار الداخلية داخل النادي. أما بقى طبعا على صعيد الألعاب الأخرى فكرة اليد هي البطل اليوم. الأهلي هيواجه الزمالك الساعة 4 العصر على صالة أكتوبر الدولية في نهائي كأس سيدات اليد. طبعا النادي الأهلي كان تفوق على سبورتنج في مباراة نصف النهائي وصعد لمباراة النهائي. طبعا الدربيات مهمه لجماهير النادي الاهلي وجماهير الرياضات المختلفه في مصر طبعا نظرا لاهميه اي مواجهه ما بين الاهلي والزمالك. طبعا كمان خلينا نفكركم انه الاهلي هيواجه المعادي اهلي سيدات الاهلي في اليد هتواجه المعادي يوم السبت المقبل في الجوله 32 من بطوله دوري اليد. اما بقى على صعيد اليد ايضا ولكن رجال يعني يمكن اللجنه المؤقته اللي بيديرها الدكتور سامح حمدي كره يعني اتحاد اليد قرر او حدد ملعب المقاولون العرب كملعب محايد لمواجهه النادي الاهلي والزمالك في كره اليد في المباراه اللي هيقرر اقامتها ان شاء الله يوم 22 مارس الجاري. دي كانت ابرز اخبار النادي هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا ليكي جدا يا نورهان على هذه التغطية. وفيكي حاجة متغيرة انت قصة شعرك يا نورهان صح؟ يا نهاوند انت لا مش قصة شعري بس يعني عاملة بطريقة مختلفة شوية. فظيعة يا نورهان عايز اقول لك حتى لو انت واقفة على بعد كيلو ما شاء الله بتطمن على المراسلين. طبعا كريم عمره ما ياخد باله من الكلام ده خالص يعني. شكرا ليك شكرا ليك يا نورهان وكل سنة وانت طيبة لان اعتزالك تقريبا كان امبارح. كل سنة وانت طيبة ويا رب. الله كمان لا والله ايه يا جماعة ينفع كل سنة وانت طيبة؟ والله العظيم بعرف كل سنة وانت طيبة وربنا يسعدك. لا كريم مش عايش معانا لا خالص. عقبال مليون سنة وربنا يسعدك ايامك يا رب. ميرسي قوي ميرسي. انا بنشكرك جزيل الشكر نورهان طمان زميلتك العزيزه. كل سنه وانت طيبه.